تعرفنا في الدرس السابق على كيفية فصل العناصر الإطارية في نقاط الربط، وسنتعرف الآن على عملية إعادة ربط العناصر التي تم فصلها، وتمكننا الأداة Connect من عمل ذلك، وذلك كما يلي: قم باختيار العناصر المتلاقية التي تريد وصلها في عقدة مشتركة، ثم من قائمة Edit اضغط على الأمر Connect ليتم وصل العناصر. وللتأكد من نتيجة عملية الوصل، اضغط بزر الماوس الأيمن على نقطة الربط للعنصرين ليظهر لك صندوق حوار معلومات العقدة دلالة على وجود عقدة واحدة في هذه النقطة، أو قم بإحاطة نقطة الوصل بنافذة مطاطية ولاحظ نتيجة الاختيار في شريط الحالة وهي وجود عقدة واحدة. ويمكنك الحصول على نتيجة مشابهة باستخدام الأداة Merge Joint التي شرحناها، وذلك باختيارك للعقدتين المنطبقتين باستخدام نافذة مطاطية، ثم ومن قائمة Edit الضغط على الأمر Merge Joint ليتم دمج العقدتين مع بعضهما.